الله الرحمن الرحيم. زهران سليماني، جمعية النهضة الفنية المحلية، منسق ومشرف على برامج الحكومية والتربية غير النظامية. الوقفة اليوم دايرينها اليوم كتجي في إطار واحد التنسيق ما بين الجمعيات العاملة في مجال الحكومية والتربية غير النظامية، سواء على إقليم تاورير. هذه الوقفة يعني كاينة وقفة زمنيا هي بنها العشرة ونص، ومكانيا متفرقة. وهذه الوقفة كتجي نتيجة للتنسيق اللي دار ما بين الجمعيات على أساس الإفراج على المستحقات اللي تحتها كتدخل في إطار التنسيق، وهذا باش الإفراج على المستحقات اللي كيسالوها من العام الفايت، يعني بخصوص برامج التربية غير النظامية والمواكبة بالنسبة لبعض الجمعيات. وكاين يعني وهذه المستحقات كتمثل في 40% للبرامج المحول الأمية السنة الثالثة، يعني السنة الفارقة، يعني كاين لا تروازيام دروج مازال ما توصلوش بها. وبالنسبة لهذه السنة هذه يعني تقريبا يعني لحد الآن مازال ما توصلتش الجمعيات حتى بشي. دابا لحد الساعة شنو المطالب ديالكم؟ والمطالب ديالنا كنا دانا من خلال اللقاءات اللي درناها مع النائب تاع التوريد، يعني كان هناك وعود ولكن لحد الآن ما كاينش. نورمالمون في اتفاقية الشراكة التعويضات خصها تكون في يعني عند امضاء الشراكه خص تدخلوا دوك المستحقات على الاقل الشطر الاول. لحد الان هاد الشهر ومازال ما توصلتش كاع جميع الجمعيات بالتعويضات ديالها. وشكرا للعيون.